نخدموا للصباح. نعم؟ نخدموا للصباح. تبيع بالعظم من عندك كاسكروتات؟ كاسكروتات. قداش عندك تبيع بالكاسكروتات؟ عندي 34 سنة. لاباس الحمد لله. أما خير نتعب. ولقيت الخبز ولا قاعد بطال. عندي 17 سنة أنا. هي كانت تحكي لنا على الخبزة بالليل. والله باش نقول لك خبزة مرة ماك تعرف. معاك ناس الليل. جماعة الليل ماك تعرف ما يعانيو كان السهرة يكمل شيخته ومن بعد يجيك لهنا يفركهم عليك شوية يضحك عليك شوية هذيك الخبزة كاو. شنو هي تو لي ساندويتش اللي عندك معناتها؟ تبارك الله راه في سكالو في المرقيس. والله ايه ساندويتشات راهو دوب ما بدات كسكروت عظم وحويرة مراوب كيف ما نقولوه. شنو تتطور الحكاية؟ من بعد تلزينا باش نطوروا شوية سكالو شوية كبدة شوية مرقيس شوية سيسيسون شوية جبن. الحاجة الباهية اللي مازالت باهية في تونس انه نحبوا بعضنا ونهزوا بعضنا. خدمة الليل فيها ريسك. كلها ريسك ويلزمك تعرف كيفاش تاخذ كليونات وتعرف كيفاش تتصرف. تنجم تاكل الخبز سينو ما تنجمش تمشي للحابس تمشي للسبيطار واحدة منهم. الخدمة في الليل اللي ياكلوا لي بلاش أكثر من اللي نبيع فيه. قداش عندك تو البلاصة هذه؟ هذه عندي 37 سنة. البلاصة هذه والناس تعرف. والعام على خوه المطر ولا سمش أنا هنا. 37 سنة. إي. العظم والكسكروت. كالعادة والناس تعرف. وقتاش تبدا هنا؟ نبدا الأربعة تاع العشية. حطيتش الوقت؟ 11 نص الليل. جو ياكلوا فهمت ولا واحد يمد لك الشطر الحق واحد يمد لك ربع الحق واحد يمد لك الحق كان لازمك تسكت شو تعمل؟ لازمك تخدم وتسكت. بعد ما عطيته كسكروت يقول لك ما لاش شو يعمل الواحد هذاك هو كي يقول لك عندي مثال 500 ولا 700 باش تقول؟ نخدموا للصباح. نخدموا للصباح. تبيع بالعظم عندك كسكروتات؟ كسكروتات. قداش عندك تبيع بالكسكروتات؟ عندي 34 سنة لاباس الحمد لله. اما خير نتعب ولقيت الخبز ولا قاعد بطال. تخدم على روحك؟ الحمد لله يا رب ولك الحمد. مساق نعيم باللي كاتب من ربي. فهمتني؟ الحمد لله. الحمد لله لاباس. الليل شنو يعني لك الليل؟ هذيك خدمتي بالليل. اقدم واحد يبيع كسروتات والعظم العربي والطايب في تونس انا نعرفك من انا صغير. صحيح مش غلط صحيح. عندي 17 سنه انا. هي كانت تحكي لنا على الخبزه بالليل. والله باش نقول لك خبزه مره ماك تعرف. معاك ناس الليل. جماعه الليل ماك تعرف ما يعانيو كان السهره يكمل شيخته ومن بعد يجيك لهنا يفركهم عليك شويه يضحك عليك شويه هذيك الخبزه كاو. شنو هي تو لي ساندويتش اللي عندك معناتها؟ تبارك الله راه في سكالو في المرقيس. والله ايه ساندويتشات راهو دوب ما بدات كسكروت عظم وحويره مراوب كيف ما نقولوه. شنو تتطور الحكايه؟ من بعد تلزينا باش نطوروا شويه سكالو شويه كبده شويه مرقيس شويه سيسيسون شويه جبن. شوف النظام معناتها هكا هو بليجي هذيك الخدمه. زيت زيتونه جبن. هذا يا فاطمه سطح من من سمار الليالي. شيخ ساندويتش عسام وقت. هذا يا فاطمه عسام وقت. عسلامة. شنو شام ساندويتش انت؟ لا مش نطلب ساندويتش. باش تطلب؟ شنو تطلب؟ كيف فيك؟ تعطيها كسكروت. الزوال ياكل. اللي ما عندوش ياكل صحه وباش فاديه. اللي ما عندوش ياكل. الحاجه الباهيه اللي مازالت باهيه في تونس انه نحبوا بعضنا ونهزوا بعضنا. خدمة الليل فيها ريسك. كلها ريسك ويلزمك تعرف كيفاش تاخذ كليونات وتعرف كيفاش تتصرف. تنجم تاكل الخبز سينو ما تنجمش تمشي للحابس تمشي للسبيطار واحدة منهم. سي العياري. اي نعم اي العياري نتاع المحط. ناس الليل دعاس الليل معاك. دعاس الليل. انا ناس وانت دعاس. اي انا انت دعاس وانا دعاس. الله يسلمك يا سيدي. انت تو تخدم على روحك. اي نخدم على روحي. شنو هي الخدمة؟ الخدمة في الليل اللي ياكلوا لي بلاش أكثر من اللي نبيع فيه. قداش عندك تو البلاصة هذه؟ هذه عندي 37 سنة. البلاصة هذه والناس تعرف. والعام على خوه المطر ولا سمش أنا هنا. 37 سنة. إي. العظم والكسكروت. كالعادة والناس تعرف. وقتاش تبدا هنا؟ نبدا الأربعة تاع العشية. حطيتش الوقت؟ 11 نص الليل. نص الليل. شنو متعبة؟ أنا قلت لك واحد يعطيني الفلوس واحد ما يعطينيش. وكيفاش؟ يقول لي ما عنديش ويلزم يقول لي ما عنديش برا روحك. يزوالي ما دام زوالي يقول لي يعطيني نسامحه. نسامحه.
اما كي ياكل هكاك ويتم ماشي ما تجيش باهيه. قبل سارت لي ضربوني بولي طيحوا لي سنيه. هاي هنا البوق هذه بيدها. واحد شير بعد ما كلا قال ما عنديش وزيد يحب يستعمل العمر. اي ضربني بوني طيح لي سنيه. ربي عينك معناتها شنو الخدمه لاباس؟ الحمد لله شده في رب. وقتاش تبدا توا هنا معناتها؟ نبدا من الستة ستة ونص هكاك. حتى ما تتنص الأربعة. وشنو معناتها الخدمة معناتها بالليل ريسك؟ ما ينقصت شوية زاد الخدمة وفما ريسك نتاع عباد وفما برشا حاجات. قداش عندك توا في الخدمة؟ أنا ما عنديش عندي 32 توا 33 سنة. في البلاصة هذه؟ في البلاصة هذه. فما شوية تقلقات هكا مكليونات؟ بالطبيعة فما مكليونات فما من الحاكم فما برشا حاجات. فهمت؟ أما توا مستقرين احنا نسميو. الحمد لله ونعم بالله. فماش خبزة بالليل مش متعب سواء طبيب ولا كسكروتيجي ولا عامل بلدية ولا أيا كان بشر يخدم بالليل راهو تعب. أي والليل شنو معناتها؟ والله فيه الباهي وفيه الخايب فيه ساعات معناها فما شوية مشاكل ساعات تبدا رايضة كل مرة كيفاش. حكم اللي انت والعباد اللي تتعاملوا معاه فهمت فما يجيك الباهي يجيك الخايب اما كواحد يعرف كيفاش يتعاملوا مع الباهي وحده ومع الخايب وحده. بابا الله يعينك. يرحم والديك. احنا ناس الليله معاك بابا. مرحبا بك. قناه الجنوبيه. مرحبا بك. هذا برنامج خبزه بالليل انت تو تخدم على روحك. نعم نخدم على روحي. ديما بالليل هكا؟ اي ديما بالليل. وش هي خدمه لاباس؟ هكاك شوي شوي وبرا فهمت كان الواحد جاي عنده ما يخدمش في البرد والواحد فهمت بالله هاك تخزر كيفاش اكل يبداو شاربين ما خلصوكش ولا جو ياكلوا فهمت بالله واحد يمد لك اشترى الحق واحد يمد لك ارباع الحق واحد يمد لك الحق كان لازمك تسكت شو تعمل لازمك تخدم وتسكت بعد ما عطيته كسكروت يقول لك ما لاش شو يعمل الواحد هذاك هو كي يقول لك عندي مثال 500 ولا 700 باش تقول هذاك هو قداش نورمالمون يعطيك نورمالمون كسكروت دينار فهمت ولا؟ يمد لك 500 فرانك يمد لك 400 فهمت ولا مشي على روحك. بالنسبة نتاعك ظريفة اللهم صل على النبي معناتها تو تلمت في رزقك معناها كل يوم معناتها. شوية شوية نهار يصور مصروف ونهار يجي مخصوص ونهار كل شيء ونهار تشدوا الشتاء ونهار تشدوا البرد ونهار الشعب. فهمت؟ اي ديما هنا في البلاصة هذه. شوف هذيك هي الخبزة اخوي. هذيك هي الخبزة تحكم علينا فهمت ولا باش الواحد يخدم ويخلص الكراء ويخلص المصروف ويخلص كل شيء. ناس سنين على القناة الجنوبية الله وحد عليهم دقلة وحليب وصلي عني بالعبيب دقيقة نحمل العواج وما دقيقة